السيد كيتحرش بيا من نهار اللي جينا حداه تما لقينا هو تما قديم، دائما تيقول لي كوني معايا وتكوني مزيان، ما كنتش معاه اختي. جا دخل علينا حتى للدار، خلى دارو جا حل باب اخر باش يدخل عندنا حنا للدار، تيقول لي كوني معايا خودي الدار، خودي هذه البراكه اللي حلت لها باب اخر، خلى الباب ديالو الرئيسي ديال براكته ودار حل باب اخر حدا باب اخر يشوف في بابي انا، هو بعيد بيني وبينه 40 متر على بابه، كيدور عندي حتى الباب كيدخل عليا حتى للدار وكيجرني وكيسلت لي حوايجي قدام الناس وكيضربني في المناطق اللي هي حساسه جوج مرات. دابا هو كيدخل علينا حتى للدار ودائما تيتلقى لي انا في الطريق، دائما تيتلقى لي تيقول لي راه لا ما كنتيش معايا ما غتكونيش على برا وما غتكونيش ما غندمر لك حياتك وندمر لك الصحه ديالك وعائلتك، دائما تياكل شي حاجه وتيجي تما كيدير علينا. ما عرفتش اختي ما عنديش معلومات على هادشي. المهم احنا ما عندناش خوت اختي، هو حقر علينا احنا غير البنات وانا هي الكبيره فيهم. الوالده ديالي على فراش المرض ومريضه وجا كلنا تعدى علينا، جايب ديك الالات ديال الفلاحه هو باش كيتكرفس علينا البالا وداك الشيء باش كيتكرفس علينا ويجيب السيمه وداك الشيء يدخل علينا حتى للدار. وحنا اختي ما عندنا حد، ما عندنا رجال، ما عندنا رجال اختي. كيقول لي نعريك وسط الناس، لما كنتيش لي انا غنعريك وسط الناس باش حتى واحد ما يديها فيك. من نهار سكننا من قبل 2016 في الراس العام 2016 تعدى علينا دخل لنا حتى للدار، منين ما عطيتوش انا الراس دخلت تعدى علينا وعاوتاني تعدى علينا ثاني البارح. بيت انا في المستشفيات انا ما عنديش الفلوس، البارح اختي حتى جات ثاني تهجم علينا هو ومعاه واحد الراجل اخر ومعاه جوج عيالات، جات تهجم علينا صافي. هو جاني انا نيشان والعيالات وهذاك الراجل الاخر كيضربوا في خواتاتي وامي. علاش اختي؟ هو عينه فيا انا، هو عينه فيا انا، هو جاني انا نيشان. يا المناطق ما كيبانوش كيضربني فيهم، كيضربني فيهم تيقول لي انايا، كيقول لي كوني معايا وما خاصك حتى شي حاجه. زعما انا قلت له سير دخل ساق راسك هذه ما بينك كنميك عليه. كيتلقى لي دائما في الاول كان كيوقف لي حدا الدار، شويه ولا كيبعد دابا يوقف لي مني ما دامني والو ولا كيدخل علينا حتى للدار. وحل الباب اخر العشوائيا وحلو جي وجات السلطات القيد وداك الشيء سدوا لي داك الباب، ومع ذلك بقى كيجي يدور تصوري كيخلي بابه لهي وكيجي يدور يدخل علينا حنا كل شيء قدام الناس. الناس مجموعين كيعرين قدام الناس يبدا يجر فيا، هو كيقول لك ما تكونش معايا نفضحك قدام الناس نعريك ندير لك، وانا يا داخله سوق راسي وما يعني. وتمشيو تتشوفوا دارنا وتشوفي كل شيء بخ. ما عرفتش اختي انا ما عنديش معلومات عليه، ما عرفت مزوج ولا مزوج، ما عنديش انا معلومات عليه. انا من النهار اللي جيت انا كنرفضوه وكيتلقى لي، هو دائما كيتلقى لي وتابعت القانون. مشيت دفعنا مشينا للكوميساريه مشات الشكايه الوكيل وداك الشيء، ومع ذلك اختي باقي دار لينا عاوتاني نفس الشيء. وديما كيتلقى لي انا عمرو مزقة، دائما تيتلقى لي هو دائما ما عنده ما يدار، دائما شاد كروستو واقف واقف يتسناني انا في الطريق فين ما كنت كيخرج ليا. اختي بالدار يلاه انا تكيت دخلت، يلاه دخلت تنسمعوا سيد البار الفاس كيدخل علينا داخل علينا حتى للدار ولا حنا نطوروا تاع الزبل حاجه في وسط الدار. اللي مشيتي تشوفي كل شيء بعيني، هو يا مقاد داك الشيء وجاي لينا حتى كيقاد راسه ويجي بحال هذا كيجي حتى كيطلع بحال هذا كيجي. السيد كيقول لي اختكم غنديكم العرس كاملين، كيقول لي بسبب اختكم غنديكم العرس، خواتاتي صغار مني وحين دابا مشدودين والام ديالي اختي هو ضربنا وتعدى علينا كاملين اختي كاع من الزقاح وبقى ينزل علينا عاب البالا، الماما بقى كينزل عليها عاب البالا بالبالا على الدار تسخفت صافي. ومشى هويا مشى هو كيضروك ولا ما عرفتش بقى يضرب في لحمو اختي، ومشى لموريزكو طوع طوع الانعاش طق الانعاش اختي ودخل الانعاش. شنو دار الله اعلم اختي شنو دار اختي. حنا انا الوحيده اللي بقيت كاع صلخنا كاملين، ما حيلتي نهز امي ما حيلتي نهز اختي ما حيلتي نهز خواتاتي الاخرين، انا حيت مريضه ما قديش كاع نتفلفت من بلاصتي. مريضه عندي بزاف الامراض، عندي سكوليوز عندي سياتيك عندي الارتخوز كلشي مجموعين عليا، ما قدرت ندير حتى حاجه. بقيت انا الوحيده ما عندي باش نقدر نديهم ولا ما عارفه حتى شي حاجه. من بعد اختي بحال كظلام من الحال حتى كيجينا بقى كيضرب في الباب كيضرب في الباب كيضرب في الباب. خرج عند الواد قالت لي سير وليدي عندي البنات ما تبقاش تحقر عليا، قال لها خرجي عندي هذيك البنت عندك. ملي خرجت عند اختي قالت لي سير خويا خلينا عليك راه حنايا البنات ما تبقاش تحقر علينا. جرى اختي من شعرها ومرمدها في الزنقه في وسط الزنقه وميدي حيد لها لابسه بيجامه وميدي حيد لها في حوايجها
جات امي طاحت عليه باش تشد بنتها باش ما تشوش مزيان، بقى كينزل عليها بالبالة اختي، ديك البالة ديال سميتو بقى كينزل عليها اختي بالبالة. انا جيت بغيت نتكى على امي مع الدقة من جاتني هنايا دايره على الصنطة، اختي دايره على الصنطة باش شاده داري ما قداش نقعد صافي اختي. الغد لي جاو شد خواتاتي وحنا ما دايرين حتى شي حاجه، حنايا الله وحنا مع بقات امو جات لينا ومعها راجل اخر ما عرفناش منين جاب داك ينزل على اختي الصغيره ما عرفنا اختي ما بقيت عارفه، انا بقيت بوحدي واقفه كاع طياق ودي تبقى كيصفق فيهم من ديك الباله عرفتي وعز زرواطه وموس صينا هي كبيره اختي هنايا في الحما كل جرت لها الحما هنايا بالعالي خسر لها الحما وكل شيء من هنايا شي حاجه. انا حنا حيت هنا على البنات كلهم كاينين، انا الرجال ما كيقدرش يدير ما حنا البنات حقار علينا بغا يتحرش بينا، وخصوصا اختي النداء ديالي كنوجهو للسي الحموشي كنوجهو هو يشوف فينا بعين الرحمة ويشوف هاد الحقار، حنا تحقرنا غير البنات تحقرنا. واش دابا خواتاتي اللي مليوحين في سميتو مشدودين اشنو دار؟ واش مرا غضرب راجل؟ واش مرا غضر عمر المرا ما غضرب راجل؟ وتشوف حالتنا حنايا، انا راه مريضه شوف اختي كي دايره الويده عندي راه وري لك التصاوره كنعدي عليها. واش مرا غضرب كنترجى كسيد حموشي الا ما شوف فينا راه حنا تحقرنا. وجه النداء السيد الملك يشوف فينا راه حنا تحقرنا تحقرنا بزاف، ودابا حنايا معدي علينا ومضروبين ومخلوعين رغم ذلك يجوا يدب خواتاتي قدامي ومضروبين كلهم الحمام زرق كيجيو دو خواتاتي قدامي الوالده عندي راه دفعيها طيح كلها عندها 70 عام، عندها 70 عام والدواء، واختي وحده اخرى راه مليوحه في السبيطار في سبيع ثمان، وهاد اختي راه انت المره الاولى فاش تعدى علينا الوالده عندي ضربها تتلاحت في الارض مني بغات تجي على بنتها. لا هادي النوبه الاولى، هادي النوبه الاولى فاش وديكلارينا وكل شيء وما طرا لي حتى شي حاجه ما تشد ما والو. هاي الصويره الثانيه جوج خواتاتي والام ديالي مشدودين، واختي الصغيره هي كانت مشدوده طاحت وراه دابا في الانعاش هي في سيدي عثمان، اختي في الانعاش سيدي عثمان واختي قرايه نايضه غير بالزيت هي راه كانت في الانعاش. انا اصلا ما مول فيش كاع بداك نضاربو ولا شي مكان نضاربوش مره، حنايا ما عرفنا مين تبلينا ما عرفنا مني خرجنا بالبالا، حنا شنا داكشي ديال البالا وداكشي تخلعنا تخلعنا نتقلعنا بغينا نزرع اختي ندخلوها ولا كينزل علينا بالبالا وبهذوك الزرواطه ما عرفنا العصا من كتجينا. نادي كل الرجال ديال هاد البلاد، انا ما عنديش الخوت ولا اب لا حتى شي واحد، عندي حتى شي واحد كان نادي الرجال ديال هاد البلاد اللي فيهم ضمير يوقفوا مع هاد العيالات. حنا ماشي عيالات تاع الزنقه، حنا خدامين مستورين كنمشي نخدم في المعمل وكنجي باش ناكل انا وخواتاتي، ولا شتي البراكه كتشوفيها اختي اللي جيتي تشوفيها راه هكا بنيقه، وهو اختي جا حقر علينا كيجي واحد يقول لك هاكوني معايا انت علاش ما تكونيش معايا انت وتكوني مزيان اشنو انت باش زايده عليهم. من نهار اللي سكننا اختي هكاك وما عندناش حنا فين نمشيو، فين غنمشيو منين نخرجوا بهذيك البراكه ونخلوها ليه ونمشيو نغبروا فين غنمشيو؟ قولي لي اختي.